في النص الاول من هذا العام باجمالي 30 مليون بس، يعني من واحد واحد ل 30 سنة. الشركة حققت في شهرين بس، شهر 7 وشهر 8 ايرادات تعدت ال 20 مليون. الشركة هتحقق ايرادات حتى نهاية العام 95 مليون. في 6 شهور 95 مليون ايرادات مقارنة ب 30 مليون. عايز اقول لكم ان الشركة في النصف الثاني من العام الماضي حققت 50 مليون ايرادات، مقابل هتحقق في النص الثاني من العام الحالي 95 مليون. شركة ردا على بعض الملحوظات اللي قالوها بعض المساهمين ان الشركة عليها قروض تعدد رأس المال. الحقيقة طبعا اللي منكم بيفهم في المالية، في حاجة اسمها الرفعة المالية. الرفعة المالية هي نسبة الاستثمارات بتاعتك ممولة ازاي، ممولة قد ايه رأس مال وقد ايه قروض. الرفعة المالية العادية بتبقى قروض 2:1، يعني لو عندك رأس مال 100 عندك قروض 200، لو عندك رأس مال 500 يبقى قروضك مليار. كل ما نزل الرقم ده الرفعة بتبقى أفضل، بس بتبقى أفضل لحد معين، لأن لو نزلت الرفعة دي عن 1:1 يبقى هذه الشركة لن تنمو، لأن لن تستطيع أنها تنمو برأس مالها فقط، لازم تنمو بمصادر أخرى عن طريق تمويل. دي حاجات أنا مش بقولها، دي حاجات مكتوبة في كتب الاقتصاد واللي الناس ذاكرتها في الجامعة أو ذاكرتها في المدرسة الابتدائية أو في الحضانة، إن الرفعة المالية بتاعت الشركة فيري هيلثي، لان احنا ارقامنا ما زالت في الحد الامن. الحاجه الثانيه، الارقام اللي بتتضخم بالجنيه المصري قدامكم دي ما تخوفكوش. الشركه القروض بتاعتها الاصليه كانت 26 مليون دولار. القروض الاصليه من امتى؟ من 2010. القروض النهارده كام؟ 33 مليون. يعني 26 مليون 33 مليون دولار. يعني القروض زادت 6 مليون دولار في 10 سنين. ليه؟ لان احنا كنا بندفع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ايرادات الشركه بتيجي بنسبه 82.6% بالدولار. فالدولار اللي بيجيني هو بجنيه او ب 10 جنيه او ب 20 انا بدفعه دولار، باخده من العميل بديه للبنك. فاذا التضخم في الديفالويشن ما ياثرش على الشركات اللي ايراداتها بالدولار، ولذلك يحظر البنك المركزي، يحظر البنك المركزي أن تقترض شركة بالدولار إن لم تكن إيراداتها بالدولار تتعدى 70% من مكون إيرادها. ده الحظر بتاع البنك المركزي. لكن إحنا شركة إيراداتنا بتعدى 80، بتعدى 80 كمان دلوقتي، قبل كده كانت بتوصل 90، لكن لأن المكون المصري بقى كتير، هم السياحة المصرية أو السياحة الداخلية بقت عالية، فبقت في نسبة كبيرة بتيجي بالجنيه المصري. الحاجة الأخيرة برضك اللي أحب أنوه ليها، إن إدارة الشركة قررت من فترة طويلة ان هي تطبق قواعد الحوكمة. قواعد الحوكمة دي بتمثل ضمان للمساهمين وامان ليهم، حتى لا تكون الشركة معتمدة على شخص، معتمدة على الادارة التنفيذية. والحقيقة بنواجه عقبات لغاية دلوقتي مع بعض المساهمين وليس كل المساهمين في ان هم ضد هذه الحوكمة. وبالغريبة جدا ان اللي بيقولوا ملاحظات عن الحوكمة هم اللي رافضين الحوكمة. يعني احنا كنا الاسبوع اللي فات مع السادة البنك الاهلي المصري ومن قناة السويس واحد المكاتب الكبرى الاستشارية لتعيين رئيس تنفيذي للشركة، والحقيقة يعني ما لقناش استجابة، فمش عارف حكامة ايه المطلوب. حاجة التانية، ان احنا اوريدي بنعمل دلوقتي تعديل النظام الاساسي، بنعرضه على المجلس عشان نعرضه على الجمعية العمومية. هذا النظام بيعدل في النظام الاساسي للشركة الفصل ما بين منصب رئيس مجلس الادارة والمنصب التنفيذي. ايا كان المنصب التنفيذي ده اسمه ايه؟ اسمه رئيس تنفيذي، اسمه عضو منتدب، اسمه مدير تنفيذي، ايا كان. وبيضع حمايه ليكم، بيضع التصويت التراكمي عشان تمثلوا في مجلس الاداره. انتوا مش ممثلين، انتوا ليكم قرب ال 50% ولا 40% مش ممثلين في مجلس الاداره. مين اللي حرمكم الكلام دوت؟ اللي حرمكم الكلام ده التصويت التراكمي اللي بعض المساهمين بيرفضوه عشان يمنعوا صغار المساهمين اللي بقى لهم صوت. الشركه دي مش كبيره بال 50 60% اللي قاعدين، الشركه دي كبيره بالناس دول، ولازم تفهموا كده. وانا بقول لكم ان خلال الشهر هندعو الجمعيه العامه الغير عاديه علشان تنظر في تعديل النظام الاساسي وتطبيق كل قواعد الحوكمه، التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لصغار المساهمين والفصل بين اعضاء مجلس الاداره اللي بيبقوا تنفيذيين وغير تنفيذيين، وعدم وضع اداره الشركه في يد شخص واحد او مساهم واحد. على فكره
يعني لما بتحط اداره وبتيجي توزنها بتقول لو حطيت المساهم ده رئيس مجلس اداره احط معاه عضو منتدب او احط معاه رئيس تنفيذي، او لو حطيته رئيس مجلس اداره وعضو منتدب لازم اخليه اقليه في المجلس، وانا اقليه في المجلس، انا بمثل في المجلس 15%. ده مين ده اللي بيتكلم ده معايا؟ ايه ده؟ ده مساهم داخل اونلاين معلش. فلما بتحط رئيس مجلس اداره وعضو منتدب حتى لو له 50% من الشركه المفروض تحطه بعدد اعضاء اقل. ليه؟ علشان كمان ما يبقاش هو رئيس وعضو مجلس اداره منتدب، او هو رئيس ومعاه عضو مجلس اداره منتدب تبعه وبعدين اعضاء مجلس اداره اقليه. طب مين هيحاسب مين؟ طب انتوا فلوسكم مين هيحاسب عليها؟ وانتوا قاعدين كده في بيوتكم مين هيحاسب عليها؟ ما كانش المجلس يبقى موزون. التوازن ده بيدي ضمان وامان لكل الناس حتى ليا انا. النهارده بكره الصبح ما اقدرش اجيب اعجز اقعد في بيتي ولادي هم اللي بقوا قاعدين. هو انا مش يهمني المجلس بالشركه بالناس اللي فيها كبارا وصغارا كلها ماشيه بشكل نسبي ومحوكم وبشكل يضمن حوكمه الاداره ويضمن شفافيتها. اذا جمعيه العامه الغير عاديه اللي مش هيجوا فيكوا هاخد اسهمه وهبيعها في الشارع. كلكم لازم تيجوا. الجمعيه العامه الغير عاديه اللي جايه دي جمعيه مش عشان خاطري ولا عشان خاطر مساهم هنا ومساهم هنا ومساهم هنا، لا عشان خاطر الشركه. اسالكوا سؤال، الشركه دي لما تكبر وتوصل لمرحله تهدى الامور الاقتصاديه اللي حوالينا وتبقى الشركه دي جاهزه للاستحواذ، يجي مساهم يستحوذ عليها ويدي في السنه بقى اي رقم، هو الراجل المساهم ده ينفع يجي يشتري فيها شركه اسمها حماده ابو العنب؟ يبقى هو بيشتري من انا، لان انا مش موجود مفيش شركه، لكن لازم يشتري شركه فيها اداره. الاداره دي اداره تنفيذيه، انا موجود او مش موجود. هو بيشتري الشركه، بيشتري الشركه بمين؟ باصولها وادارتها. لكن هيشتري الشركه بان اللي بيدير المشروع ده حماده ابو العنين او علي او حسين او استاذ محمد او استاذ علي او استاذ هادي، ما بقاش بيشتري الشركه، يبقى بيشتري على شخص. الشخص ده لو مش موجود ما يقدرش يشتري. عايز اقول لكم حاجه ثانيه، حاجه مهمه جدا. من 2003 ل 2009 الشركه على مدار 6 سنين، وعندكم ريكورد، مفيش سنه ما وزعتش كوبون، مفيش سنه ما وزعتش كوبون. من 2011 كنا هنوزع كوبون في 2010 وحصلت احداث 25 يناير. من 2011 للنهارده احنا بندير ايه؟ احنا بندير ازمه، بندير ازمه ثوره ثم ثوره ثم طياره وقعت ثم كورونا ثم حرب، واداره الازمه اصعب من اداره الشغل. انا لما اكون قاعد في مكاني والشغل شغال والدنيا كويسه وبتيجي فلوس انا ما ينفعش اجي عليك وانا اقول لكم بصوا انا عملت ايه؟ لا، لكن لما اكون بدير ازمه هي دي الصعوبه. اداره الازمه يا اخوانا اصعب بكثير من اداره الوفره. احنا بندير ازمه بقالنا 11 سنه، لا خدنا جنيه من مساهم ولا استلفنا جنيه من حد من المساهمين، اعتمدنا على نفسنا، ما عندناش شهر مرتباتنا وقفت. هندفع مرتباتنا في الشركات والفنادق، بندفع طبعا في مجموعه الشركات الاخرى المرتبطه، بندفع في الشهر مش اقل من 11 مليون جنيه، ما عندناش عامل مشي، ما عندناش حد اتشرط، ما عندناش حد طلع عن معاش ومعاشه ما بيكفيهوش ومش لاقي ياكل ومشيناه. بنديله معاش استثنائي. شركه شارم دريم بتدي الموظف بتاعها مرتب وبتديله اكل اخر الشهر تموين، وبتدي له علاج ليه ولاسرته، وبتدي له مصاريف المدارس كل سنه. احنا عندنا مسؤوليه مجتمعيه اهم عندنا من الفلوس. الفلوس ما تشتريش شركات ولا تعمل شركات. انا بشكركم وبحييكم، بشكركم على وجودكم معانا، وان شاء الله ان شاء الله الجمعيه اللي جايه والناس كلها كان ليها طلبات، انا عارف طلباتكم بس عندكم زي ما انتم كده دايماً. ده عايز يتكلم يتكلم. أيوة. عامل لك هنا كل مرة وعامل لك مكان أكبر من ده كمان. يا دكتور حمادة. نعم. بعد إذن حضرتك أرينا أهو. أيوة يا فندم. أنا عايز أقول لك كلمة واحدة. أيوة يا فندم. الفلوس ما بتشتريش راجل، لكن الراجل اللي بيعرف يجيب الفلوس. الله يخليك. ربنا يصلح حالك. يا دكتور حمادة ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة يا جماعة. الناس يا دكتور حماده، الناس دي يا دكتور حماده ثانيه واحده بس، الناس دي وجودها كده استفتاء على مجلس الاداره وعلى حضرتك.
فده